ده بقول لكم هنكمل بقى دلوقتي الجزء الثالث ويمكن يكون الاخير عن الحدوته اللطيفه دي. يعني التقويم زي ما قلت التقويم المصري او التقويم الزراعي، نتكلم بقى على التقويم اليولياني. زي ما قلت لكم الفلك السكندري سوسنيجس سنه 25 قبل الميلاد طلب تعديل. التقويم كان 12 شهر بيبدا بشهر مارس، مارس اللي هو اله الحرب. ابريل اختصار لافرو اسم الربيع، مايو مايا اله الربيع. هم لعبوا لعبه لطيفه بقى اللي احنا بنلعبها لما صلى. مارس 31، ابريل 30، مايو 31، جوان جوناس اله الزواج في روما، زوجة او اخت جوبيتر ارتبطت مع هيرا كان 30، يوليو جولاي من يوليوس قيصر 31. لما جه عدل الفلكي عدل ان الشهر السادس في السنه، انا بدات مارس ابريل مايا جوان جولاي اوغست، اغسطس هو الشهر رقم 6، 6 هنا واغسطس، اغسطس قال انا مش اقل من يوليوس قيصر ان الشهر بتاعي يبقى 30، فعمل ايه؟ بقى شهر 31. نخلي بالنا كده يوليو واغسطس لغايه دلوقتي 31 يوم. سبتمبر 6، 7، اكتوبر 8، نوفمبر الشهر التاسع، ديسمبر الشهر العاشر، يناير جونيوس اله البوابات الروماني، فبراير ممكن تكون معناها النهايه او نهايه الحاجه. التقويم يوم كل اربع سنين. الانبا جريجوريس 1541 بدا باعتمادا على نصيحه الفلكي اليسيوس ليليوس والفلكي كريستوفر كلافيوس، ابتدى يصلح التقويم اليولياني، وقال ان التقويم يبدا من سنه يوم 4 اكتوبر، يعني حول 4 اكتوبر 1582 ليكون بدل من 15 اكتوبر 1582، وعمل ان كل اربع سنوات يضاف يوم لكل سنه يقبل رقم الاحاد والعشرات فيها يقبل الاسم على أربعة زي 1900 مثلا. بدأت الدول استخدمت التقويم، آخر دولة استخدمت التقويم اللي هنسميه التقويم الجريجوري، بالمناسبة على موبايلاتنا كلنا هنلاقي إن التقويم ده هو المستخدم باسم مش التقويم الميلادي، تقويم الجريجوري. آخر دولة استخدمته كانت اليونان 1923. إحنا هندخل عشان منسين زي ما قلت عيد القيامة. عيد القيامة دايما لو بنفتح النتيجة في بداية السنة نلاقي مكتوب يحدد وفقا لحسابات للحسابات القبطية، لانه بيعتمد على حسابات بنسميها حسابات الاباقتي، وهي حسابات قام اول من كان استخدمها البابا ديمتريوس الكرام البابا ال 12 من بابوات الاسكندريه. اباقتي كلمه قد تعني معناها المتبقي. من خلال الحسبه دي بنوصل لعيد تاريخ عيد القيامه من كل عام وموعد ذبح الخروف في عيد الفصح. الحساب بيتم ازاي؟ السنه الميلاديه بقسمها على 19 واضرب الباقي من القسمه في 19 واجمع الناتج على 24 واقسم الناتج على 30، يبقى البدايه بقسم السنه اللي انا فيها دي على 19 واضرب ناتج القسمه في 19 واجمع الناتج اللي يطلع من الحسبتين الاولين على 24 واقسم الناتج اللي هيطلع على 30 وباقي القسمه اضيفه على يوم 21 مارس. الحد اللي بعد كده يعني الحسبه دي لو حسبتها الحد اللي بعديها يبقى عيد الفصح. الكنيسة الشرقية عند الغربيين لو الناتج الكنيسة بتاعتنا احنا الكنيسة الارثوذكسية تقول لو الناتج قبل 31 مارس هضيف 34 يوم ويكون الحد التالي هو عيد الفصح. لو الناتج بعد 31 بضيف 4 ايام، يبقى قبل 31 بضيف 34، بعد 31 بضيف 4 ايام، الحد التالي هو عيد الفصح عند الشرقيين. مثلا لو قلت 2013، 2013 على 19 هيبقى فيها 18، اقول 18 في 19 بتديني 342، 342 و 24 366، اقسم ده كله يبقى الباقي 6، 6 و 21 يبقى 27، الناتج قبل 31 مارس يبقى كام؟ 4، يبقى لحد 31 هو عيد القيامه عند الغربيين، احسب بعديها الكنيسه الشرقيه، اضيف 34 يبقى 30 ابريل مش 31 مارس، وهكذا، ويكون الحد اللي بعده 5 مايو هو عيد القيامه. الحاجه اللطيفه بقى اللي لازم اختم بيها خالص دلوقتي الاتي، ان الناتج بتاع الحسبه دي لا يمكن هيجي لي 25، لو قال لي لو من 1 ل 23 يبقى احتفل بعيد قيامه السيد المسيح عليه السلام في شهر برمهات.
لو من 25 ل 30 احتفل بميلاد السيد المسيح عليه السلام وفقا للكنيسة الشرقية في شهر برمودا، ونقول لبعض في المناسبة دي ساعتها كلنا نقول خريستوس انستي اليسيوس انستي. كل سنة ومصر بخير. Thank you.